نروح بسنت من أسوان لإسكندرية، نشوف في إسكندرية المحافظة يعني أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال أول النوات اللي بتشهدها المحافظة الساحلية. هي نوة رياح الصليب واللي بتبدأ يعني أعراضها اسمها كده رياح الصليب، عفوا رياح الصليب اللي بتبدأ أعراضها بداية من النص الثاني من شهر أكتوبر، سواء حدوث أمطار أو نشاط للرياح وغيوم وغيره. خلاص يعني موسم الشتاء احنا على الأبواب، وبتبدأ طبعا النواة تنتشر في اسكندرية الفترة دي. أنا عايز أقول لك دايما المحافظة في الحقيقة بتاخد احتياطاتها صحيح. من الأول، عشان كده الحمد لله دايما بتعدي على خير، وإن شاء الله تعدي على خير. كمان معانا عبر الهاتف دلوقتي اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك، وخليني أقول استعداداتكم هذه أو هذا العام لاستقبال أول النواة اللي بتشهدها المحافظة، وهي نواة رياح الصليب، استعدادات عاملة ازاي؟ صباح الخير يا استاذ بسنت، صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم. نصبح من اسكندريه على جميع الساده المشاهدين. فعلا هيئه الصرف بلغتنا من اول امبارح ان توقع سقوط امطار خفيفه متوسطه على اسكندريه من صباح يوم الخميس امس، فتم رفع حاله الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات على مستوى المحافظه بالكامل. جميع الاجهزه التنفيذيه وشركات المرافق كلها مستعدة وتنسيق كامل تحت ريادة معالي وزير المحافظة. تمام. طب حابين نتعرف من حضرتك الناس اللي ما يعرفوش يعني الأجواء اللي هتشهدها محافظة اسكندرية خلال الفترة اللي جاية والتقلبات الجو، ممكن ناس كتير أول مرة يسمعوا عن بداية موسم النواة أو تحديدا نواة رياح الصليب. هو حضرتك طبعا كل سنة يعني بتيجي على اسكندرية عدد من النواة، بنبدأ بالرياح الصليبية، وحضرتك طبعا احنا بنبقى يعني بنشتغل على الشتاء ده من نهايه الشتاء السابق، يعني من نهايه الشتاء السابق بنستعد للشتاء الحالي بخطه كبيره لتطهير الشبكات، تطهير الشنايش، تطهير المطابق، رفع كفاءه المحطات كلها، رفع كفاءه السيارات التعامل مع الامطار. وخلال الفترات دي تعاون بقى مع الساده الافاضل في الوزارات المعنيه، في وزاره الري، في هيئه الطرق، في شركه مديريه الطرق، مع كل شركات المرافق والمحافظة، والكلام تنسيق كامل بقول لحضرتك عشان نستعد للشتاء الحالي. ان دايما اسكندريه بتبقى اكثر محافظه صحيح. تاخد نصيب الاسد يعني في صحيح. في النوات وفي شده الامطار عليها. سياده اللواء، هل السنه دي في اي تحذيرات مثلا من طلبه المدارس ان هم يروحوا المدارس، يعني بتقولوا لهم يقعدوا في البيت ولا مفيش كده؟ هو حضرتك احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك بنتابع مع هيئه الارصاد الجويه. لو الامطار بتبقى يعني شدتها عاليه شويه بنعرض على معالي الوزير المحافظ. معالي الوزير المحافظ بياخد قرار بالتنسيق مع التربيه والتعليم والجامعه غالبا، يعني عشان الناس لا يضر احد يعني من الامطار الغزيره يعني. بالظبط. وفي نفس الوقت نقدر احنا نعمل مناوره بين الاماكن وبعضها عشان لو حصل تجمعات في اي مكان صحيح. نقدر نول برامجها. اللي عايز اقول لحضراتكم بس ان الحمد لله اسكندريه بتشهد حاليا مشاريع يعني عظيمه جدا لفصل مياه الامطار، مياه الصرف الصحي. يعني ده المشروع الثامن من المرحله الاولى الحمد لله يعني اوشك على الانتهاء، ودي بتاثر بشكل كبير جدا على تقليل التاثير بتاع الامطار على الاسكندريه والطرق في الاسكندريه. جميل. شكرا يعني جزيلا ليك سياده اللواء، اللواء محمود نافع، رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه، وان شاء الله تعدي على خير. يا رب تعدي على خير.